السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زياد هادي الأستاذ في معهد الدراسات الموسيقية، أستاذ آلة العود والنظريات الموسيقية. طبعا في البداية أشكركم جدا لاشتراككم في القناة وإعجابكم وآرائكم الجميلة اللي هي دائما تحملني مسؤولية كبيرة مثل ما قلتها في بقية الفيديوهات. تحياتي إلى أخواني في الكويت وفي ليبيا وفي السعودية وفي تونس وفي المغرب وفي مصر وفي سوريا وفي فلسطين، أخواني وأصدقائي اللي تواصلوا مع اليوتيوب اللي هو كان له أثر جميل جدا وكبير، ونجاح كان كبير في عملية شرح المقامات وعملية شرح الإيقاعات إضافة إلى الريش المقلوبة. و وصولا اليوم راح ندخل على دايركت على مقام اللامي اللي هو مقام عراقي واللي ابتكر في العراق على يد محمد القنبنشي احد قراء المقام، واللي هو مطرب العراق الاول اللي ابتكره في عام 1900 تقريبا 1930، واللي بعدها ذهب الى مؤتمر الموسيقى العربيه في القاهره عام 1932، واللي من خلاله انعجب موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بهذا المقام واستأذن من محمد القبنشي ولحن أغنية يلي زرعت البرتقال على هذا المقام، وأيضا أغنية أخرى لمحمد عبد الوهاب أيضا لحنها جبل التوبات. وندخل دايركت في هذا المقام اللي هو اللحظة أمامكم الآن في الصورة. في الصورة نلاحظ أمامكم الجنس الأول اللي هو طبعا إحنا مثل ما تعرفون يبدأ من الري الأسفل، رقم واحد ري مطلق، رقم اثنين مي بيمول، هذا مي بيمول، هاي العلامة بيمول اللي هي تنزل نصف مي بيمول اللي نأخذ بالإصبع الأول، إذا أصبح عندنا ري مطلق مي بيمول إصبع أول فا إصبع ثالث بين الخطين، ثم صول الخط الثاني مطلق، ثم لا بيمول إصبع أول، ثم سي بيمول الإصبع الثالث، ثم دو جواب، ثم أمامكم ري جواب، لأنه ابتدى في الري في القرار ينتهي بري جواب. لاحظ أمامكم شاهدنا. أما بالعود الآن أمامكم راح نطبقه بالعود أمامكم، هذا ري هذا ري. إذا عندك أنت ياخذ في البداية أول ما تبدأ إنه أنت شفت شكل السلم، حفظت أصابعه بالنسبة للمبتدئين، بالنسبة للأكثر من المبتدئين هو المتقدمين أقصد إنه يحفظ سي بيمول، أكاديميا لازم تبدي بالسي ما تبدي من الأسفل مي بيمول، تقول سي بيمول سي بيمول مي بيمول لا بيمول، هذا أكاديميا لأن تسلسل ديزات، واضح؟ فإذا سي بيمول مي بيمول لا بيمول صار في بالك، راح تبدي من الري. منين يبدي؟ يبدي من الري، هاي واحدة ري مي بيمول فا صول، انتهى الموضوع صول، ثم انتقلت من إلى لا بيمول سي دو ري ري دو سي لا. السلم، هذا السلم حاليا على آلة العود راح نبدأ نطبقها. أول بداية تطبيقه لازم تتأمل بالسلم الموسيقي، شوف شاهد السلم الموسيقي حفظت أنغامه، يبدي من الري ينتهي بالري جواب، يبدي من الري قرار ينتهي بالري جواب،
بعدين تبدي الخطوة الثانية اللي هي علامات الموسيقية، ياخذ تسلسل بيمولات أكاديمية، سي بيمول من الأعلى، سي مي، سي بيمول، مي بيمول، لا بيمول، انتهى الموضوع. يعني عرفت، إذن عرفت أصابعك، الأصابع كيف راح تكون على آلة العود، انتهى الموضوع. الأصابع راح تبدي أنت على ري، اللي هو على ري، ري مي فا صول لا بيمول سي بيمول دو ري ري دو سي. صبا. بعد ما انتهينا هذا السلم، اكو احد الاصدقاء ايضا احتاج على سلم اللامي، احتاج دولاب، واللي هي ايضا مي فا صول. اول ما تبدي مي فا صول لا صول فا صول فا صول فا مي فا آخر شيء قبل ما نختم، إنه مقام اللامي دائما بالأكاديميات يسمونه كوردين، إذا يسمونه الكوردين بالكتب الأكاديمية، يعني مقام معنات مقام اللامي، وهو أصل عراقي وابتكار عراقي. أتمنى إنه استفادتوا من هذا الفيديو اللي يتحدث عن مقام اللامي، وأتمنى أشوفكم بخير، ولا تنسون الإعجاب والاشتراك بقناتي، وأيضا تشاركون فيديوهات حتى أكثر أشخاص إنه يستفادون بمعلومات قيمة ومهمة بالنسبة للمقامات، وخاصة المقامات المحلية أو المبتكرة اللي يسمعون بها. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.